الحكومة الجديدة أكيد مش راح يكون أكثر من هيك عنصرية. طبعاً الكل معارض وجود الحكومة هاي وتشكيلها، فمش رايحين نتأمل خير لقدام إنه يكون الإشي أحسن من هيك. أعضاء الكنيسة العرب خلص سكتوا، ما ضل لهنش إشي يحكوه. طلع بعد التشديدات اللي بشددوا عليها سموتريتش وبن جافير، كثير قدام الإشي أسوأ بكثير من هيك، رايحين نتوقع شغلات اللي بحياتنا ما صارت. أعطى الحكومة إجت لحديث هسه ولا شيء منيح، ولا تغييرات فيه، ولا شيء، كله خراب بيت وخراب بيت، ولا العرب فعش شيء، ولا بيعملوا شيء، بيعملوا عنصرية للعرب بس لا أكثر ولا أقل، بيكرهوا العرب. حكومة جديدة بتبشرش للخير يعني وإشي المنيح، قاعدة كل الإشي يعني ضد الناس والشعب والغلاء المعيشي، مش قاعدين بيساووا إشي يعني. كنيسة العرب. ما هذا هو، هذا اللي بنسأله دائما، بنقول يعني وين أعضاء الكنيسة الموجودين؟ هن عمليا لازم يطالبوا في هذا الإشي ويساعدوا الناس، يساعدوا الشعب، يساعدوا في تحيز يعني، مش إنه عنصرية ولا إشي، بقدرش أحكي هذا الإشي، أما في تحيز، في هون إشي واضح يعني، قاعد كتير الإشي بصير يعني للأسوأ. المطالب بدها أهم إشي المعيشة، يعيشوا مثلا يكون القصب بدون غلاء معيشي، التخفيضات يخفضوا الاشي، انشان في عائلات كتير اللي هي فقيرة وبحاجة يعني، وحتى العائلات الوسطى يعني اللي في حالة هذا قاعدين تشعر في هذا الغلاء كتير. والله جديدة والحقيقة بالنسبة لنا كل نفس الشيء، اما هذا شوي زيادة تصرفات واكتر من هذا، عنصري اكتر، عنصري. وين اعضاء الكنيسة العرب حسب وجهة نظرك؟ الله لا يسامحهم، الله لا يسامحهم. العمل اللي عملوا لو اتفقوا مع بعض نتنياهو بيطلعش، وانا بقى انا كابراهيم العواد خوري كل عمره صوت للجبهه، بعرفش اذا انا رايي صادق ولا لا، بلوم ايمن عودة اكثر. بتلوم وشو السبب؟ اللي ما اتفقش مع التجمع، اللي ما لازم يكون اتحاد حسب رايك. معلوم، بس احنا عرب ما بنتفقش. الله لا يبارك لنا ولا يعطينا العافيه، ما بنستاهلش خير.